هناك محاولة من الأممي لتجزئة المشكلة وتحويلها إلى ملفات، ملف تعز وملف صنعاء وملف الحديدة وهكذا دواليك. وبالتالي كان لابد من موقف حاسم وواضح من المجلس الرئاسي تجاه هذه التلاعبات، خصوصا أننا أمام اتفاق واضح وصريح للإعلان عن هدنة، هدنة رمضان التي أوشكت على الانتهاء، وكانت نصوصها واضحة بأن الحوثي يلتزم بفتح الحصار عن تعز و يلتزم بدفع رواتب الموظفين من عوائد المستشفيات النفطية مقابل أن تقوم الحكومة الشرعية بإعادة فتح مطار صنعاء وتوجيه رحلات مباشرة من مطار صنعاء إلى القاهرة وعمان. نعم. بالإضافة إلى إدخال المزيد من المستشفيات النفطية، الحكومة الشرعية وافقت على كل الشروط ونفذتها فورا، ولكن الحوثي لم ينفذ أي شرط حتى الآن. نعم. ثم يأتي الأمم المتحدة الأممية يبحث عن تجديد الهدنة لمدة 6 أشهر قادمة،